انسان طيب وغزاه، كلشي تيحبو في الحومه، كلشي تيبغي دري درويش راه كابر بالسبجه، كان تيبيع الخضره، دري الله يعمرها دار من اطيب اخلاق الناس. هاد الموت هادي جاتنا غريبه، ما يقدرش كريم يشنق راسو. هادي انا بعدا من قلبي احساس عاطي لي الله باللي كريم ما يقدرش يشنق راسو، تيعرف بينو وبين الله بزاف وقاري قران، فهمتيني؟ دابا غير ذوق المعنى ديالي، انسان قاري كتاب الله غيشنق راسو غيمشي جهنم، لا يعقل لا يعقل اخي، فهمتي؟ جاتنا هاد الموت ديالو غريبه بزاف. واش نقول لكم؟ انا لله وانا اليه راجعون. الله يصبر والديه. كريم كان غزال، كان ديما ضاحك ديما مبشر، ما حياته ديالو ماشي ديالو، فهمتي؟ ديالو ماشي ديالو، هو انسان طبيعي، فهمتي؟ تكون الكنازه يمشي معك الكنازه، كاين شي حاجه يهز مع المراه البوطات، فهمتيني؟ انسان متواضع، يعني انسان مسالم، مسالم دري زوين. جنقول بيني وبينك دري غزال من اطيب اخلاق الناس. وجاتنا غريبه، هو ما بين دابا الثلاثه ديال الليل راه تيقول لمو عطيني العشاء، فاق جا الجوع قال لمو عطيني العشاء مع الثلاثه ديال الليل، عطاتو العشاء ومشى للدار، مشى للدار طرات الجريمه هادي. لا يعقل، ما فهمناش. هو تبارك الله صنع به طويل، كيدير ما فهمنا. لا حول ولا قوه الا بالله. ولا كانت هادي ما عند الله مرحبا بها، ولا كانت ما عند العبد ما نسمحوا له الدنيا ولا اخره. وإن لله وانا راجعون. كريم اخويا تنقولك دري متقف، فهمتي؟ ماشي ما خاصو تا خير، ما كاينش علاش ينتحر ولا على شي حاجه، فهمتي؟ الدري من الاخر شنو وقع له؟ ما لقاو مشنوق ومكتف في الارض، بنادم مشنوق وطيح في الارض، كون كان مشنوق ويكون معلي ولا شي حاجه. واش نقولك اخي، ضعنا في هاد الدري هذا، وبغينا السلطات دير المجهودات ديالها، الله يرحم الوالدين، راه عائلته كامله معذبه والله ما تينعسو. خو الكبير مسكين بحال اللي باقي مصدوم دابا، زوير باقي مصدوم، ما محتاجش نسميك خوته كاملين مصدوم، حد الان باقي مصدومين، ما فهموش شنو باقي ما بزاف. الدري ما تيخسرش لا الكبير لا صغير، ما حيدش لك. بحكم انك قريب منه صديق ديالو ولد حومته، واش كتشوف بان الامر ديال الانتحار شي حاجه مستبعده؟ مستبعده، حيت كريم ما خصوش خير ومتقف، فهمتي؟ ما عمره ما ديك الانسان اللي تقول لي، فهمتي؟ ديما ما توقعش منه بانه غادي ينتحر، فهمتي؟ ما خصوش خير وما عندوش علاش ينتحر. هذه الفكره ديالي انا على كريم، ما عمره، فهمتي؟ ما عمره ما تشوفش منه ديك الافكار، فهمتي؟ ديال الانتحار ولا ديما ضاحك ديما بيس، فهمتي؟ ما تيخسرش البنادم. ما لاحظتيش مؤخرا بان يعني كيعاني من اكتئاب او الحاله النفسيه ديالو متدهوره؟ الدراري كانوا معاه في البول، كانوا معاه في العشيه في البول، كان تيضحك معاهم، فهمتي؟ تيضحك معاهم، يلا كان تيضحك مع الدري وانيش كان تيضحك مع الدراري هذا عادي، فهمتي؟ الدري عادي مشى لدارهم عادي، ما حتىش هاد الليل وقع له المشكل. كان معايا. شنو كتعرف على كريم انت؟ اخر لحظات مع كريم كان جالس معايا، كان جالس معايا في القهوه اختي هي والباح، والباح كان جالس معايا من 4 د العشيه حتى 8، كنا لاعبين تلعبوا البيار تنضحكوا. انا بعدا انتحار ما متيقهاش اختي قسما بالله، والدري تبارك الله راسو عامر، ماشي زعما عامر عامر دينيا، فهمتيني؟ عارف بينه وبين الله مزيان، هو تينصح بنادم كذا. انا بعدا انتحر ما متاكدش منه، راه هما راه قال لك راه مشاو جوج ترى لقاو عنده الحرادي هنايا، يعني الدري مسكين راه لقاوه، مره لقاوه جالس على الكبير، والدري طويل دابا انت بنادم فيه 1.90 متر، هاي انتحر في باب في الباب، والباب واحد هنايا عمك شي من انتحر هكا اختي، يعني اوتوماتيك مو درتي الكورده وبغيتي كاع تنتحري غيضرك غتوقفي، فهمتيني؟ يعني بنادم حتى بغى ينتحر تيدير كورده كبيره وتيدير كرسي اما الدري اختي اقسم بالله انا بعدا والله اعلم ديما والله اعلم ما منتحرش، حيت ما يمكنش. دابا بنادم تيبغي ينتحر تيدخل في حاله الاكتئاب، تيكتئب واحد 3 شهور تقريبا 4 شهور، ما يهضرش مع البشر، ما يقولك سلام، ما يضحك معاك، ما يلعب معاك. وانا البارح حيت نقول شي كلمه تيعيط ليا، والبارح حيت نقول شي حاجه تيعيط ليا، تيعيط ليا فينا يا زين فينا زين، لعبوا كور لعبوا سنوكر كذا، شاد فيه 8 د العشيه، قلت له ان شاء الله غدا ان شاء الله لا ميم، هذه شي 4 ايام ديما تنتلاقاو في البول تنمشيو بحالنا. انا فيقوني من الناس قالوا يا الله ما تيقش اختي بالله، وانا ما كرهناش اختي، حتى السلطات تخدم خدمتها ويشوفوا لنا حقنا وياخذوا حقه اختي، راه بقى فينا ما حيت الدري مسكين راه غزال وحق الله ما منتحرش اخويا. يمكن انتو وياه يبين سويعات قبل ما يبين. راه من البارح باللي تقريبا البارح كنت معاه من 4 ل 8 ديال العشيه، مشيت انا بحالاتي قلت له خاي كريم تهلا الله لا غد ليه، قالوا لي مات. وعاد هضرنا مع ناس قال لك 3 د الليل خرج هو من الدار مع 3 د الليل، مشى عند هذه الوالده ديالو خدا العشاء، وفي ديك رجع لي رجع وقع المشكل.
فهذيك رجع اللي رجع. يعني هذا مسكين ما والله اعلم تنقولوا حنايا راه حيت هاد اللعيبه هادي ما يديرهاش واحد، يديروها جوج وثلاثه، حيت راه قاوم راه عنده الحرادي هنا اختي، راه مشاو لنا شافوا عنده الحرادي هنا، يعني بلا نجلس على كبير شدوا شي واحد صحيح والله اعلم، حنا مثلا حطوا حتى شي واحد حنا ما عارفين والو والله اللي يعني، ولكن راه باينه شدوا شي واحد صحيح هذا وبلا نبحر الموت راه تيقاوم وركابي راه باينه هادشي راه علميا راه هادشي اللي كاين. ما عندوش هو خلافات مع بنادم ولا شي حاجه زعما فهمتي، زعما لا يحقد على بنادم ولا يدير له هادشي هذا، ما عندوش مشكل مع بنادم، ما تخسرش بنادم دري صغير صاحبو انت، فهمتي كل شيء، ما يبقاش يبكي عليك اللي عندي كذا، فهمت بنادم كدر واخا يوصل فيه الحق حتى اللي كان، ما الدري هذا ما يديرش لك شي حاجه اللي تقدر تحقد عليه بها حتى للدرجه، وكنطيحوا بواحد المشاكل عادي، مشاكل ديال الحياه، بلا نبلي محازق ما خدامش كذا تنتعصبوا، ولكن ماشي حتى للدرجه هذه باش ما يش نق راسو كاع، علاش تنق راسك؟ ما كاين علاش فهمتيني؟ اما هذا الاخر ما دارهاش اختي حيت كان معانا، كل ما شفناه شي خمس شهور وما تيهضرش معانا فهمتي، دابا كيفاش؟ ما شفناهش شي ثلاث شهور ولا اربع شهور ماشي مشكل، حنا شفناه تنشوفوه يوميا اختي يوميا الدري معانا بخير وعلى خير، تيضحك تيفر تيتخلق حتى هو تيغضب عادي بحال بحال تيتعصب، تيبان لك عاوتاني مسكين دار شي لعبه راه تيولي منها نضحك بخير، تنتمناو من الله اختي ياخذوا له حقه والله يرحمه مسكين الله يرحمه يرحم جميع المسلمين، شكرا لكم تنشوفوا. شكرا بزاف اخويا. شكون لي هضر بزاف؟ شنو تقول لي على كريم في حياتك؟ خويا اختي كريم اخويا راه كبرنا مع اخويا في الصغر، راه حياتنا كامله وحنا مع الدريري كريم، خويا درويش ماشي يدير حتى حاجه، راه تيعيش اخويا مع دار بوحدو، واخد تيعيش بوها كاري واحد الشقيقه تيعيش فيها بوحدو، واخد تيقارو هو اللي مسكين معيش ولاد خشو، تيجي عند ولاد خشو تيعيشهم معاه. خويا هذا المشكل اللي وقع في الشوكه ونفيقنا في الصباح تيقول لك بانه ماش مقشول ما عرفناش ما دوخونا بزاف، الدريري اخويا كريم خدام على راسو تولي تيفورني على دارهم، ولي شحال من حاجه ولي كيديرها لدارهم، المهم تو مسكينه راه هي اللي عنده ولي تيصبرها ديما ولي تيصبر ختيتو مسكينه ديما، واختي شنقول انا لله وانا اليه راجعون والله ياخذ لي حقه. يعني واش تصدمتوا كيفاش كانت الحاله النفسيه ديالك؟ من طبيعه الحال غنتصدموا اختي، راه خونا هذاك راه عرفتي ملي جاتنا راه تشوكينا، راه لحد الان باقينا ما تيقينش بان هادشي اللي واقع، راه تشوكينا اختي بزاف. السلام عليكم اخويا. خي هاد السيد هذا راه شنقول لك بحال خونا بحال الدري اللي كتشوفي هنا كاع كاملين اللي هضروا معاك، انسان عادي طبيعي ماشي شي واحد اللي ديما معصب اللي يقدر يدير شي حاجه في راسو، راه هادي ما كايناش تقول زعما شنق راسو، هادي راه من سابع المستحيلات حيت ما عندوش شي هموم ما عندوش شي مشاكل مع عائلته ما عندوش، يعني السيد عادي ما يمكنش يقدر يدير شي حاجه، السيد عادي. ملي حنا فقنا في الصباح و تيقولوا لنا السيد لقاو شنق راسو بحال اللي هي فاش كتسمع الموت، الموت كتجيك عادي، السيد هذا مات ربي بغاه، السيد هذا مات ربي بغاه، ولكن ملي كتسمع ملي شي واحد قتل راسه وخصوصا ولد حومتك، وهي ولد البارح كان جالس كيضحك معاك كيضحك معاك كيضحك مع هذا كيضحك مع هذا، ما عنده حتى مشكل ما عنده حتى شي حاجه، طاحت عندنا اختي ماشي شي فاجعه جاتنا، الدراري كلهم تشوكا وما فهمنا حتى شي حاجه، الحمد لله اختي الله يرحمه والله يصبر والديه والله يصبر مهمته، ومتنطلبوا من ياخذوا حقه اختي ياخذوا له حقه بزاف اختي، راه هذاك راه كبر معانا كبرنا قدامه راه بحال خونا الكبير، عمرنا ما لقينا مع المشكل، عمرنا سمعنا منه حتى كلمه العيب، عمرنا لقينا داز مع شي حد، انسان ضروري كيتقلق من شي حاجه بسيطه هذه، واما تقول لي باللي راه شنق راسو هذه من سابع المستحيلات ومعمرنا غنتيقوا اختي، عمرنا غنتيقوا اختي. اختي نقول واحد الكلمه، معمر بان ما شنق راسو، الشنق باين معروف، هاد السيد هادي من دخلوا الباب لقاو مركع على رجلو باين الشنق، قبل ما يشنق راس ما ماش نقد السيد راس، عارفين انت ضحوكي اجي ضحك معنا السلام، انا بعدا خصوصا تعرف دارهم كاملين تقول لي السلام اخويا كي داير، هذيك النهار تلاقى معايا قال لي كي داير اخويا عبد الله قلت لي بخير، مشى مسكين لدارهم لا غدي ما يفك الكريمات، صدموني بالروج ولا لا حشد السيد اخويا، علاش بنا نقول لك واحد الكلمه اختي، بلا ما يبغي يشنق راسو يشنق في الضوايه يبالك معلق تيفركل، واش بنان ما وصلوش للارض، واش بنان ما يكون شنق، واش هي الناعسه هكا على ركابي وكامل مضروب، واش بنان كامل مضروب، ضروري مسكين هذاك الانسان شنقول لك اختي الله يرحمه فضلنا الله يصبر دارهم، وراه عمرها دار هذاك السيد الله ياخذ ليه حقه، هادشي ما نطلبوا ليه حنايا، حنايا ياخذوا حقه اختي وصافي، بالرجولة اختي حيت ما يقول لي بلا مشى نقراص هذاك السيد ما شنقش راسه، ما يقدرش ما يقدرش، واخا تعطينا اختي اي حاجه انا عندي، واخا تعطينا بزاف د المشاكل انا ما عمريش نقراصه بنان.
هذاك الانسان ما تسوق حيت ما كاينش المشاكل زعما اللي غيدير. شكون اخر واحد شافو فيكم اخر واحد تلاقى معاه؟ الليله اللي تشنق اللي لقاو مشنوق فيها هذيك الليله قبل ما يمشي تما لدارو كان معنا في القهوه هنايا في الحومه هو وخوه هذا زوير مريح معنا ماخذ قهوه ديالو مريحين تنضحكوا كيما يقولوا الروات عادي ما انسان عادي تيضحك معك بحال اللي تنهضر معك دابا انا عادي هذا تيهضر معك عادي ما كاين حتى شي حاجه اللي غايقول لك دابا سمع هذا ولا